دولة باش تبقي على نفس الأسعار ونفس لاكاليتي. لاكاليتي ولا سيكوريتي ما نعرفوش بها معايا. ولو بري. ولو بري. باسكو الدولة تحمي فيكم من المنافسة الخارجية. المقابل انتم تحسنوا بجودة المنتوج تاعكم، ترفعوا حجم الصادرات، وتبقوا على نفس الأسعار بالنسبة للمستهلك. باسكو الجزائر المواطن الجزائري أمن بالمنتوج الوطني تاعو. لاحظنا باللي في شغف طرف المواطنين في استهلاك منتوج وطني. ربي يوفق ان شاء الله. انا معالي الوزير بكل يوم عندنا طلبيات من 150 ولايه. الحمد لله. وراهم عندنا مشاكل ان شاء الله. الحمد لله. عندنا مشروع باش نعاودوا نديروا نهضه السنه الجايه. ربي يوفق.